أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن نسبة التزام المنشآت بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة بلغت 99.5% في شهري يوليو وأغسطس. وفي تصريح له بهذه المناسبة أشاد حميدان بالتزام الغالبية العظمى من المؤسسات والشركات بالقرار خلال هذا العام والأعوام السابقة، مؤكدا حرص الحكومة الموقعة على دعم ومساندة كافة الإجراءات التي تعزز حماية العمال في مختلف مواقع الإنتاج وتأمين سلامتهم من الأمراض والإصابات المهنية خاصة في فترة الصيف.